بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد سلامه. هنكمل مع بعض سلسله فيديوهات عمليات من قلب الشبكات. عايزين نشوف قصه الديناميك راوتنج بروتوكول دي عامله ازاي، يعني عامله ازاي. هنشتغل يا شباب ببروتوكول اسمه الاي اي جي ار بي، وده يعني لحد فتره قريبه كان سيسكو هو خلاص، يعني المناقشات بتاعت ان هو يبقى اوبن ستاندرد، يعني يشتغل على كل الفيندورز، خلاص بقت اعتقد موجوده، يعني انا مش متابع قوي، ولكن هو كان يعني كان بيدور حوار ان هو يبقى اوبن ستاندرد بروتوكول، يعني هيشتغل مع كل الرواتر. بروتوكول مميز جدا ومحترم. اللي احنا عايزين نعمله ايه؟ ان انا عندي مجموعه من الرواتر اهي مربوطه ببعضها، فانا عندي دلوقتي اكتر من شبكه، كل راوتر بيحتوي على اكتر من شبكه، فهل انا هعرف الرواتر على بعض دي ستاتيك؟ قلنا لا، هناخد هنا مثلا الراوتر ده نديله الشبكات اللي حواليه، اجي هنا كارفيس بقى جيجا 0 على 0 اي بي ادرس، الراجل ده ب 10.001، وابتدي اقول له نو شت داون، واقول له هنا انترفيس جيجا 0 على 1 اي بي ادرس 11.001 نو شت داون، وانترفيس جيجا 0 على 2 الاي بي ادرس 12.001 نو شت داون. طيب كده انا عندي از دايركت كونكتد شو اي بي روت الثلاث شبكات، هيتعرفوا بمجرد ما يفتحوا طبعا. يعني لو جينا هنا بقى نو انترفيس جيجا 0 على 0 الاي بي ادرس 10.002، عشان اللي قدامه واحد خد بالك نو شت داون، والانترفيس جيجا 0 على 1 الاي بي ادرس نقول 13.001 على ماسك، سوري يا شباب 0.0 نو شوت داون، انترفيس جيجا 0 على 2 اي بي ادرس 14.001 على الماسك. وليكن بقى يا شباب احنا هنعمل الكلام ده كله على ايه؟ سوري كونفتي انترفيس جيجا 0 على 2، انا نسيت اقول له بس نو شوت داون. تمام، شو اي بي روت، طبعا هو فاهم هنا الشبكة 10 بس. خلينا هنا بس بقى نفتح الانترفيسز، لو قلت انيبل كونفتي انترفيس، انا طبعا مش بعمل كونفجريشن، انا بس هوريك الدنيا عاملة ازاي. نو شت داون انترفيس جيجا 0 على 1 نو شت داون، انترفيس جيجا 0 على 2 نو شت داون. تعالى نفس الكلام على الراوتر الاخير عشان بس اللينكات بتاعتي كلها تبقى اب. ابتدي اقول له انيبل انترفيس جيجا 0 على 0 نو شت داون، يبقى انا كده اللينكات بتاعتي كلها اب. انا ما اديتش اي بيهات، ولكن طبعا في العادي انت هتدي اي بيهات وتفاعلات. احنا خلينا نكتفي بال الاثنين دول. بص يا شباب الراجل ده كونكتد وفي لوكال، اتنين زي بعض، يعني هو شايف الكونكتد الشبكه 10 والشبكه 11 والشبكه 12. تمام، طيب انا عايز اعرفه مع الراوتر ده، او عايز اقول له لما تيجي تروح بقى الراوتر ده عنده الشبكه 13 و14 مثلا و15. اجي هنا اقول له شو اي بي انترفيس بريف عندي 10 و11 و12. بصوا يا شباب هقول له هنا
راوتر اي اي جي ار بي 100. انا بعرف له كده ان انا بشتغل ببروتوكول اسمه الاي اي جي ار بي، وده رقم الاوتونوموس سيستم. انا اتعرف على الكلام ده قدام ان شاء الله. هقول له نتورك وادي له الشبكات اللي حواليه 10 0 0 0 نتورك 11 نتورك 12، وابتدي اقول له نو اوتو سامري. خد بالك انا ما عنديش سامرايزيشن، ما عنديش كلاس ليس انتر دومين راوتنج، فاكرينها؟ نو اوتو سامري. ابتدي اقول له كنترول زد ودبليو ار، وهاجي هنا على الراوتر ده اقول له كونف تي، نفس الكلام يا شباب. هقول له ايه؟ راوتر اي اي جي ار بي 100 نفس الرقم، تمام. وابتدي اقول له نتورك، انا سوري انا هنا مش عارف الشبكات، لو شو اي بي ترفيز ضعيف. ابتدي اقول له نتورك، مش كان بينها نتورك 10. الراجل ده بيقرا الشبكه 10، بص مع النيبور بتاعه على طول، هو عمل اب مع النيبور، شاف الجيران بتوعه والنتورك 11. لو عندي جار كنت هشوفه. والنتورك لا سوري، اقول له هنا نو نتورك 11، انا ما عنديش شبكه 11 هنا يا شباب. اقول له النتورك 13 والنتورك 14، بديله الشبكات الدايركت كونكتد حواليه. بكده يا شباب انا عرفت دايناميك راوتنج بروتوكول. لو جيت قلت له شو اي بي روت، هتلاقي الرمز هنا بيتحول بقى يا شباب الاي اي جي ار بي بيبقى دي، يبقى اي حاجه واصله معاك بدي. لو انت عايز تكلم الشبكه 11، خد بالك انا عندي هنا الشبكه 11 الناحيه الثانيه، هتروح لها عن طريق بروتوكول الاي اي جي ار بي بالفتحه جيجا زيرو على زيرو اوتوماتيك. اهو بقى انا ما عادش الكلام ده ستاتيك. عايز تتكلم الشبكه 12 بالاي اي جي ار بي اهو بالبروتوكول بتاعي، هتخرج من جيجا زيرو على زيرو، هتخرج من هنا وما الى ذلك يا شباب. يبقى دي كده ببساطه قصه الدايناميك راوتنج بروتوكول. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.